شكرا لحضوركم سعداء جدا باش نستقبلكم معنا في القناه الثانيه بالضبط في البلاطو 1200 في غادي يكون عندنا الحصري اولا اننا غادي نشوفوا واحد المولود جديد ديال القناه. صور اللي شاهدنا صور ديال برنامج ستوديو دوزال اكيد كل واحد فينا عنده ذكرى خاصه مع هذا البرنامج. لا سين ماروكان ا شانجي ديبي 20 ans. Elle a pris 20 ans pour mûrir, pour prouver qu'elle est là et qu'elle restera. Ce n'est pas mon genre de musique, certainement. Ce n'est pas le genre de musique que je chanterai, mais il faut être très tolérant et accepter d'autres genres de musique. Donc c'est une... comment dirais-je, nous ne sommes pas en train de juger un chanteur ou une voix. Nous sommes en train de juger une formule, un tout, qui va être destiné à une, comment dirais-je, à une procédure de végétarien. Donc comment il chante, comment il parle, comment il bouge, est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau, est-ce qu'il a des bons arrangements, est-ce qu'il ne fait pas les photocopies, est-ce qu'il n'imite pas quelqu'un d'autre, est-ce qu'il... plein de choses. ما غنقدرش نتكلم على تقييم ولا ايفالواسيون ديال البرنامج لانني انا باقا في واحد اللحظه ديال الفرح والفخر. المقاييس عالميه جدا مقارنه بشنو عشت انا في برامج شفتها في دول اخرى. ففخوره ان وصلنا لهاد المرحله. يكون عندنا كونسيبت جديد, لايتينغ زوين, ساوند سيستم رائع, ستيج, اهتمام بالتفاصيل من ادق التفاصيل كان الاهتمام بها, جوري مهمة فيها ناس عندهم حمولة من تجارب, كومول ديكسبيريونس وديال لاكارييغ, أنماط مختلفة بزاف ديال لي روجيستر في لو جوري وفي لي كانديدا. فرقة موسيقية ولا باند, نقدر نسميها باند لأن كانت من نظام الباند, من أمهر العازفين, خدموا بزاف ديال الأنماط الموسيقية. قلت لك لي روجيستر اللي كانوا وكتسمعيهم بنفس الجودة كيعزفوا مع هاد الكانديدا مع الآخر بحال لك العربية بحال باب بحال ار ام بي بحال كل شيء كان بنفس الجودة زيرو فوت. فخورة جدا بهاد المسألة هذه. المحبة اللي كاينة بين الجوري واخا كنختلفوا في أشياء فنية لكن الاحترام موجود والحب سورتو موجود بزاف. الجمهور الكريم ان شاء الله غادي يشوف حاجه اخرى جديده ان شاء الله بالنسبه لهاد البرامج او النوعيه ديال البرامج, لانه ولفنا في المغرب ستوديو دوزام برنامج اخر كان في القناه الاولى, لكن هذا الكونسيبت عامه مغير, يعني مغير. ولجنه التحكيم كذلك كانت لجنه, يعني غادي تكون ربما الجمهور غيتشوق للحلقه المقبله من خلال الانفعالات ديالنا, من خلال الضحك ديالنا, من خلال حكمنا على صوت من الاصوات. وبالنسبه للقناه دوزام مشات بعيد احسن من اللي كان, وهذا هو الجواب على سؤالك, انه تقدم ملموس جدا سواء تقنيا, سواء تقنيا ما فيه صوت الإنارة, سواء في اللوجيستيك ديالها, يعني عده اشياء اللي هي كتعطينا بان نتصنفوا في العالميه. سي اكستراوردينير باسكو اون ايتي سوربري دابور باسكو لي فوا لي تالون كون ا فيو بوندون لو تورناج. On ne croyait pas nos yeux et on ne s'imaginait pas. On aura du coup, on a les jeunes. Et comme j'ai dit, on avait toujours l'habitude de se mettre la chanson orientale, ce genre d'émission. Mais pour la première fois, quand je fais la chanson marocaine Taria, Chad Dablasta. Et ça, c'est un plus. Ça, c'est pour la première fois une émission d'Yal Ktichaf, les nouveaux talents. وكتكون فيها الاغنيه المغربيه طاغيه. سمعنا الملحون, سمعنا الاندلسي, سمعنا الشعبي, سمعنا اغنيه المغربيه الكلاسيكيه حاضره, وكان كذلك الاوكسيدونتال, يافي اوسي الاوكسيدونتال الاورينتال, من الاغنيه المغربيه كانت حاضره بقوه. وهذا هو اللي خلانا نتاكدوا على ان ليميسيون ستارلايت ا ريوسي لوبجيكتيف ديالها. بالنسبه لي المستوى كان عالي عالي جدا, وحنا كنا تفاجئنا في الاصوات من حيث الاختلاف ديالها ماشي القوه ديالها, لانه اليوم الساحه الفنيه المغربيه فيها بزاف ديال الاصوات اللي قويه, ولكن ما عندناش لا غوليف, ما عندناش هذاك اللي الناس كيسمعوا كيقولوا واو هذا الشيء جديد. دونك حنا ان شاء الله كنقلبوا على هذا الصوت هذا وغادي نلقاو ان شاء الله. شان امي شان امي الساحه تخرج من الدش